السيدات والسادة اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عاد، والبداية بابرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة الاوضاع المحلية، وتداعيات الهجمات الارهابية الحوثية. النائب البحسني يطلع على سير العمل في المجمع القضائي بمحافظة حضرموت. ويوجه بإقامة معرض صور خاص بتدخلات دولة الإمارات تزامناً مع احتفالها باليوم الوطني. التوقيع على اتفاق بقيمة مليار دولار بين اليمن وصندوق النقد العربي. محافظ حضرموت يجتمع بمديري المديريات لمناقشة مستوى إنجاز البرنامج الاستثماري لمشاريع 2022. القائد التميمي يستجيب لمناشدة طلاب السكن الجامعي بفلوك ويوجه بحلول لإنهاء معاناتهم. ومن العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية. والإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بعض الأجهزة السيادية وواصل المجلس لمناقشة الإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم واحد لسنة 2022 والمتعلق بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية وناقش المجلس مقترحات لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية وتهديد السلم والأمن الدوليين وكان المجلس استمع إلى محضر اجتماعه السابق وأبدى عليه ملاحظاته اللازمة موجها بمتابعة تنفيذ قراراته الإجرائية ذات الصلة اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فارس سالمين البحسني اليوم على سير العمل بمجمع القضاء بمحافظة حضرموت وعقد النائب البحسني اجتماعا ضم رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي محمد فارس بيتي ورؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية ورؤساء وقضاة الشعب الابتدائية بالمجمع القضائي بحضرموت مستمعا منهم إلى سير العمل القضائي وما تحقق لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية من إنجازات خلال الفترة السابقة والصعوبات التي تواجه قيادة المحكمة وبحث سبل معالجتها ووضع الحلول اللازمة لها وجدد اللواء الركن البحسني حرص المجلس القيادي الرئاسي على أن يكون قريب من كافة قيادات الدولة بمختلف المستويات وبما فيهم القضاء للرفع من مكانتهم ولتشجيعهم على مواصلة مهامهم في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فارس سالمين البحسني بإقامة معرض صور خاص بتدخلات دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك تزامنا مع احتفالها باليوم الوطني الواحد والخمسون واكد النائب البحصني خلال زيارته اليوم الى قاعه حضرموت الدائمه لمعارض الصور الفوتوغرافيه والفنون التشكيليه في مدينه المكلا ان المعرض الذي سيتم تنظيمه بالتنسيق مع هيئه الهلال الاحمر الاماراتي ياتي اهتماما من مجلس القياده الرئاسي لابراز تدخلات دوله الامارات العربيه المتحده في الجوانب العسكريه والامنيه والانسانيه ضمن تحالف دعم الشرعيه الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه وشدد على ضرورة أن يشمل المعرض جميع التدخلات المقدمة من دولة الإمارات العربية منذ عملية التحرير لساحل حضرموت ودحر التنظيمات الإرهابية ومعقبها من تدخلات أسهمت في استتباب الأمن والاستقرار والتدخلات عبر الذراع الإنساني المتمثل بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الجوانب الإنسانية جدد البرلمان العربي دعمه التام للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي ودعم جهوده الدؤوبة ومفاوضاته الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الانقلاب والسعادة الشرعية وأدان البرلمان العربي في بيانه الصادر اليوم بشأن الأوضاع في اليمن عقب أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريع الثالث والمنعقد بمقر الأمان العامة لجامعة الدول العربية الهجوم الارهابي الحوثي على ميناء قنا التجاري بمحافظه شبوه واستهدافها ميناء الضبه في محافظه حضرموت بطائرتين مسيرتين محذرا من خطوره وتداعيات هذه الهجمات الارهابيه على الاستقرار والامن في المنطقه وتهديدها للملاحه الدوليه واكد البرلمان العربي دعمه لكافه الجهود الامميه والدوليه الراميه لتمديد الهدنه من اجل التوصل الى حل سياسي شامل للازمه اليمنيه وقعت الجمهورية اليمنية اليوم مع صندوق النقد العربي اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار. ووقع الاتفاقية وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، وبحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة من عام 2022 إلى 2025 إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فيجن التطورات في اليمن وتداعيات استمرار هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على السفن والمنشآت الاقتصادية والنفطية، وتناول الجانبان الصعوبات التي تعيق مسار السلام بعد تصعيد الميليشيات الإرهابية وتهديدها للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين. ومخاطر تبني الميليشيا مؤخراً لما يسمى بمدونة السلوك الوظيفي، مشيراً إلى مضي الحكومة في إجراءات تنفيذ قرار تصنيف الميليشيات كمنظمة إرهابية، ومشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك القرارات. من جانبه، جدد السفير الأمريكي إدانة بلاده للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن. توجه وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ومعه وزير الشؤون القانونيه وحقوق الانسان احمد عرمان الى دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه في زياره عمل رسميه لبحث عدد من القضايا المشتركه وفي مقدمتها سبل التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، كما سيناقش وزير الدفاع مع الاشقاء في دوله الامارات التصعيد الاخير لميليشيا الحوثي الارهابيه المدعومه من ايران وتهديداتها للمواني النفطيه والملاحه الدوليه، وتدارس الخيارات مع الاشقاء في التحالف والتاكيد على جاهزيه القوات المسلحه للمواجهه على كل المستويات. اعلنت وزاره الخدمه المدنيه والتامينات يوم الاربعاء القادم اجازه رسميه لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة الذكرى الخمسة وخمسون لعيد الاستقلال الوطني الثلاثي نوفمبر وأوضحت الوزارة أن الإجازة تأتي استنادا إلى القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن الإجازات والعطلات الرسمية أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الرياني واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باختطاف الدكتور ياسر عبد المغني أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة صنعاء وأحد كبار الجراحين في اليمن ومدير مستشفى يشفين الاستشاري بعد أيام من اختطاف الدكتور عبد الله الداعري مدير المستشفى السعودي الألماني بصنعاء، وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي لم يسلم منها نخبة المجتمع من أكاديميين واستشاريين، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي اليوم في العاصمه المصريه القاهره مع نظيره المصري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور التسهيلات اللازمه لخدمه الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات المصريه كما بحث اللقاء تذليل كافه الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين وتعزيز اوجه التعاون المشترك في القضايا ذات الصله بين البلدين الشقيقين ناقش وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري اليوم بالعاصمة عدن أوضاع مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات والتحديات التي تواجه سير عملها وذلك خلال اجتماع ضم وكيل قطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشذوبي ومستشار وزير التربيه الدكتور عارف حسن اليافعي ومدراء الإدارات ذات العلاقه لقطاعات، واستعرض الحاضرون عدد من القضايا المتعلقه بمعالجه أوضاع مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتعزيزها بما يسهم في تحسين أدائها باعتبارها مسؤوليه دينيه ووطنيه، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات للقيام بدورها الإيجابي في تربيه الأجيال على مبادئ الوسطيه والاعتدال. بحث وزير الدوله محافظ عدن احمد الاملس اليوم مع ممثل مفوضيه الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان في اليمن رينو دينتال تعزيز التعاون بين السلطه المحليه والمفوضيه وتطرق اللقاء الى الاوضاع الانسانيه للنازحين والمهاجرين والفئات المهمشه والمسؤوليه القانونيه في حمايه حقوق الانسان وأكد لملس التزام السلطة المحلية بعدن بصون وحماية حقوق الإنسان بكافة أشكالها والتعاون مع جميع المنظمات والهيئات العاملة على أرض الميدان لمناصرة القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية والقانونية مشيرا إلى وجود مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة والنازحين من المحافظات الأخرى حيث يتم معاملتهم معاملة حسنة رغم ما تعانيه المحافظة من عبء على الخدمات وإلى حضرموت حيث ترأس محافظ حضرموت مبخوت مبارك بالماضي اليوم بالمكلة اجتماعا بالمديرين العامين لمديريات ساحل حضرموت بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ووكلاء المحافظة والمختصين بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي والمالية واستعرض الاجتماع مستوى الانجاز وتنفيذ مشاريع التنميه بمديريات الساحل واوضح التقرير التقييم لمشاريع البرنامج الاستثماري للسلطه المحليه بمديريات الساحل للفتره من يناير حتى اغسطس 2022 المخصصات المعتمدة للمديريات ومستوى الانفاق على المشاريع حيث بلغ عدد المشروعات المعتمدة لمديريات الساحل 139 مشروعا وبلغ اجمالي الانفاق لها مليار و206 مليون و358 الف ريال فيما بلغ عدد المشاريع المنجزه 31% والجاري العمل فيها بنسبه 37% والمشاريع المتعثره 18 واما التي لم يبدا العمل فيها فهي 49 مشروعا وبلغت إجمالي قيمة العقود التي وقعتها السلطات المحلية في المديريات إلى نهاية أغسطس 2022 8 مليار و341 مليون و284 ألف ريال لعدد 139 مشروعا أنفق عليها حتى نهاية أغسطس 2022 مبلغ 3 مليار و897 مليون ريال بنسبة 46.7 واكد المحافظ بالماضي على اهميه تقييم العمل وايجاد الحلول للمشاريع المتعثره واستعراض نسب الانجاز مشيرا الى اعتماد اليه تنسيق لعقد اجتماعات فصليه لاستعراض نسب الانجاز والتعثر ومعالجتها مشددا على تحسين وتطوير العمل وتفعيل الايرادات خلال العام 2023 اطلع المحافظ مبخوت بن ماضي اليوم بالمكلع على سير العمل بمشاريع برنامج تعزيز المرونه المؤسسيه والاقتصاديه لليمن، الممول من الاتحاد الاوروبي وينفذه برنامج الامم المتحده الانمائي، واستمع المحافظ الى اهداف المشروع في زياده الدعم للسلطات المحليه للحفاظ على المساواه في الحصول على الخدمات العامه وزيادتها، واستعرض الاجتماع جوانب التدريب والتاهيل للكوادر المحليه في المديريات المستهدفه. كما تطرق إلى التحضير لإنشاء ثلاثة مشاريع لأسواق مركزية بحضرموت هي سوق صادرات الخضار والأعمال اليدوية والعسل والأسماك، وأشاد المحافظ بتدخلات الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمستوى متابعة وجودة تنفيذ المشاريع، مؤكدا مساندة السلطة المحلية لمشاريع البرنامج لتحقيق المرجو منها على أرض الواقع. التقى المحافظ مبخوت بن اليوم بالمكلا وفد مركز مدنيين في ظل الصراع سيفيك الذي يزور المحافظة حالياً، واطلع المحافظ من المدير الإقليمي للمركز باليمن دينا المأمون على الحملات التوعوية والدورات التأهيلية التي يعتزم المركز إقامتها للقيادات الميدانية في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمحافظة لرفع الوعي بحماية المدنيين من آثار الحرب والمواجهات. وثمن محافظ حضرموت جهود المركز في التوعية القانونية لحماية المدنيين في مناطق الصراع مؤكدا أهمية البرنامج وعمل توعية أكبر وأعمق لمنتسبي أجهزة الأمن والجيش بالمحافظة بالقانون الدولي الإنساني زار محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي برفقة الأمين العام للمجلس المحلي صالح العمقي المذيع المعروف الأستاذ كمال سالم الحامد بديس المكلة وذلك للاطمئنان على صحته وأشاد المحافظ بن ماضي بعطاءات الإعلام والمسرح القدير الأستاذ كمال سالم الحامد ومساهمته الفاعلة في توعية المجتمع عبر رسالة الإعلام والمسرح الهادفة وأكد المحافظ مساندة السلطة المحلية للأستاذ القدير كمال سالم لتلقي العلاج اللازم في الخارج مثمنا جهوده في مجال الإعلام والمسرح ومتمنيا له الشفاء العاجل دشن وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني صباح اليوم بمدينة المكلا حملة الست عشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإقامة البازار الثالث في جامعة حضرموت بتنفيذ من مشروع الحماية ودعم سبل العيش المصنف بالمساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمكلا والتابع لجمعية الوصول الإنساني بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وشهدت الفعالية عرض روبرتاج تعريفي لبعض نشاطات المشروع يليه انطلاق معرض بازار المستفيدات من المساحة الآمنة للنساء والفتيات شملت عدد من الأركان المختلفة وتشهد حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة العديد من البرامج والنشاطات حيث شاركت اللجنة الوطنية للمرأة بتدشين عدد من الدورات التدريبية منها دورة القيادة الأسرية الناجحة، ومحاضرة حول مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام. أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فايز منصور التميمي، تكفل قيادة المنطقة العسكرية الثانية بتلبية كافة احتياجات السكن الطلابي التابع لجامعة حضرموت بكليتي الطب والهندسة الواقعة بمنطقة فلوك في مدينة المكلا وتعرف القائد التميمي أثناء تفقده السكن الطلابي اليوم على الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب والمتمثلة في انقطاع المياه إلى جانب عدم المقدرة على تحمل تكلفة الوجبات ووجه القائد التميمي بسرعة اعتماد أربع سكنات طلابية في كل من فلوك والغليلة وفوة وأربعين شقة تضم أكثر من 900 طالب وطالبة كمرحلة أولى إضافة إلى وضع حلول جذرية لمعالجة مشكلة شبكة المياه وتنفيذها بشكل فوري في السكنات الطلابي بفل نفذ المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي نزولا ميدانيا مفاجئا اليوم الأحد لتفقد سير العمل في مبنى إدارة الأمن والشرطة بمديرية بروم ميفع قرب ساحل حضرموت، وطاف العميد المنهالي باقسام مبنى الاداره، متعرفا من نائب مدير الامن بالمديريه النقيب فهد بن دغار، على طبيعه سير العمل، وابرز التحديات والصعوبات التي تواجههم، وشدد العميد المنهالي على اهميه الانضباط والتقيد بالدوام الرسمي، وعدم التهاون او التخاذل في اداء المهام الوطنيه. واطلع العميد المنهالي من مدير فرع إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديرية الملازم ثاني صالح بحميل على إجراءات استخراج البطاقات الشخصية موجها بتسهيل معاملات المواطنين حسب اللوائح القانونية إلى ذلك زار العميد المنهالي نقطة بروم ميفع التابعة للقوات الخاصة وأشاد بجهودها وشدد على رفع اليقظة الأمنية العالية لضبط المهربين والقتلة وتشديد الرقابه الامنيه في حال الاشتباه بوجود عناصر تهدف الى زعزعه الامن والاستقرار في مدن ساحل حضرموت. كشف مدير مكتب وزاره التربيه والتعليم بساحل حضرموت الاستاذ امين بعباد عن عزم قياده مكتب الوزاره بالمحافظه في انشاء مركز تدريبي تربوي وتعليمي متكامل خلال المرحله المقبله. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة الخاصة بالمجمعات المسائية والتي تحمل عنوان تجربة المجمعات المسائية وأثرها على الواقع التعليمي، وأكد بعباد أن المركز سيكون بيئة ملائمة لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للكوادر التربوية والتعليمية في المجالات كافة، بهدف تجويد مخرجات التعليم على تسويق نفسه وإضافة مساهمته في عملية التنمية المستدامة. اطلع مدير تربية الساحل الأستاذ أمين بعباد على تدخلات ونشاطات مؤسسة استجابة للإغاثة والأعمال الإنسانية في قطاع التربية والتعليم في عدد من مديريات المحافظة واستمع المدير بعباد في خلال لقائه بمكتبه مدير المؤسسة مكتب حضرموت سالم باوزير إلى شرح واف حول المشاريع التي نفذتها ومنها بناء عدد من المدارس بمديرية المكلا. والريده وقصيعر وغيرهما من المناطق، وأشاد بعباد بهذه التدخلات من قبل المؤسس مؤكدا على أهمية الشراكة الفاعلة والتنسيق بين الجهات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الداعمة للتعليم. زار عضو هيئة رئاسة مجلس الانتقال الجنوبي علي الكثيري ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بحضرموت العميد الركن سعيد المحمدي مبنى المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت وقدم المدير العام لفرع المؤسسة المهندس علي بارجا شرحا مفصلا عن جهود الفرع في سبيل تعزيز الخدمات المقدمة للمشتركين بالمحافظة وأكد بارجا أن سير أعمال التوسعة في مشروع عدن نت بالمكلا الذي دعمته دولة الإمارات العربية سيكون جاهزا للتشغيل خلال الأيام القليلة القادمة فيما ثمن الكثير والمحمدي إسهامات دولة الإمارات لدعمها لقطاع الاتصالات ومساهمتها في إيصال شبكة عدن نت إلى حضرموت ومختلف محافظات الجنوب تمكن المشروع السعودي مسام ينزع على الغام من انتزاع حوالي 1242 لغما حوثيا خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2022 ليصبح بذلك عدد الالغام المنزوعه خلال شهر نوفمبر 3777 لغما حوثيا وذخيره غير منفجره زرعت في مختلف المحافظات. الساده المشاهدين ختام نشرتنا تذكير بابرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس القياده الرئاسي يواصل مناقشه الاوضاع المحليه. وتداعيات الهجمات الارهابيه الحوثيه. النايب البحساني يطلع على سير العمل في المجمع القضائي بمحافظه حضرموت، ويوجه بإقامه معرض صور خاص بتدخلات دولة الامارات تزامنا مع احتفالها باليوم الوطني. التوقيع على اتفاق بقيمه مليار دولار بين اليمن وصندوق النقد العربي. محافظ حضرموت يجتمع بمديري المديريات لمناقشة مستوى إنجاز البرنامج الاستثماري لمشاريع 2022 القائد التميمي يستجيب لمناشدة طلاب السفن الجامعي بفلوك ويوجه بحلول لإنهاء معاناتهم السيدات والسادة نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته